السلام عليكم واهلا بيكم وحلقة جديدة ويوم جديد ومزرعتك في بيتك. وعندنا النهاردة تحديثات البورصة يا جماعة، هقول لكم تنفيذات المزرعة وهقول لكم اسعار الكتاكيت وفيها ارتفاع رهيب. وعاوز اقول لكم ان المؤشر طالع والسوق قابل الزيادة، وقلة المعروض عامل سحب جامد على الكتكوت. المعروض قليل السحب عالي، وبالتالي الكتكوت سعره بيرفع بشكل رهيب. عاوز اقول لكم كمان اخواتنا اللي بيسالونا ننزل كتكوت ولا ما ننزلش، اشتغلوا يا جماعه، ما تهتموش بسعر الكتكوت، اهتموا بجوده الكتكوت. ولكن قبل ما نبدا الحلقه انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش يا جماعه تكتبوها بايديكم في التعليقات وخلوها شاهد لينا يوم القيامه. احنا 50,000 اخ واخت متابعين على القناه، مش كتير علينا ابدا ان احنا نجمع 1000 صلاه على الحبيب المصطفى. تكتبوها بايديكم في الكومنت تحت الفيديو، خلوها يا جماعه صدقه جاريه. اي حد يشوف التعليق يا جماعه ينزل يصلي على الحبيب المصطفى. طيب النهارده هقول لكم على اسعار تنفيذات المزرعه. التنفيذ يا جماعه للفراخ البيضه النهارده ارتفاع قوي جدا، حلو قوي لاخواتنا المربيين اللي بيطلعوا في الوقت الحالي. لو عندهم اوزان كويسه ومتوسط الاوزان بتاعتهم عاليه يبقى اكيد هيكون في ارباح عاليه باذن الله. اخواتنا كمان اللي لسه الاوزان بتاعتهم ضعيفه كملوا الدوره باذن الله، برضو هتبيعوا في الاسعار الغالية. ليه؟ لان المعروض قليل جدا يا جماعة من الفراخ البيضة. ليه؟ لان كانت الفترة اللي فاتت وقت الحر كان المعروض كتير وكان موقع السوق، ولكن النهاردة المعروض قليل والسحب عالي جدا في السوق، وبالتالي هو ده اللي عامل رفعة كبيرة جدا في الفراخ البيضة. اخواتنا كمان اللي بيسالونا اسعار الكتاكيت هتنزل هترفع، نعمل ايه يا سمر؟ ندخل ما ندخلش؟ طب نستنى شويه يا جماعه، ما تستنوش، قلت لكم قبل كده ما تستنوش لان اسعار الكتاكيت في ارتفاع. وعاوز اقول لكم على سر ما بيني وما بينكم كده، يعني من داخل المطبخ ما فيش نزول لاسعار الكتكوت الوقتي الابيض تحديدا، غير بعد شهر 12 هتبدا الاسعار تنزل شويه، ولكن في الوقت الحالي من هنا كده لشهر 12 ما فيش نزول كتكوت يا جماعه. اخواتنا اللي مستنيين الكتكوت ينزل، قلت لكم الاسبوع اللي فات ان مع بدايه يوم السبت هيبقى في اسعار رهيبه، والنهارده في اسعار يعني فوق الخيال، فوق ما تتخيلوا، ارتفاع رهيب. السوق قابل الزياده والمعروض قليل جدا. طيب ليه الارتفاع ده؟ لان يا جماعه ما فيش انتاج، ما فيش امهات تنتج بيض، وبالتالي ما فيش كتكوت. الانتاج يعني تقريبا اقل من نص الطاقه اللي كانت موجوده في السوق. طيب تعالوا النهارده نبدا بتنفيذات المزرعه، وبعدين هقول لكم اسعار الاعلاف واسعار الكتاكيت. مهم قوي تكملوا معانا الفيديو علشان تعرفوا الاسعار الحقيقيه اللي المفروض تشتروا وتبيعوا بيها النهارده. ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى، وتعالوا بينا نبدا على طول بتنفيذات ارض المزرعه. البط المسكوف في ارض المزرعه 90 جنيه والمحلات 105 جنيه للكيلو. المولر ارض المزرعه 85 جنيه والمحلات 95 جنيه للكيلو. البط البلدي ارض المزرعه 105 جنيه والمحلات 115 جنيه للكيلو. الفرنساوي ارض المزرعه 80 جنيه والمحلات 90 جنيه للكيلو. البط البكيني ارض المزرعه 65 جنيه والمحلات 70 جنيه للكيلو. الارنب ارض المزرعه 85 جنيه والمحلات 95 جنيه للكيلو. السمان ارض المزرعه 50 جنيه والمحلات 60 جنيه للجوز. الروم الابيض النهارده ارض المزرعه 115 جنيه والمحلات 125 جنيه للكيلو. الروم البلدي الاسود ارض المزرعه 120 جنيه والمحلات 130 جنيه للكيلو. الحمام البلدي ارض المزرعه 85 جنيه والمحلات 90 جنيه للجوز. اما عن الفراخ البلدي النهارده ارتفاع كبير جدا، 100 جنيه ارض المزرعه والمحلات 110 جنيه للكيلو. الساسو 98 جنيه ارض المزرعه والمحلات 105 جنيه للكيلو. ارتفاع الرزي والفيومي 95 جنيه ارض المزرعه والمحلات 105 جنيه للكيلو. انخفاض امهات الاحمر البياض 58 جنيه ارض المزرعه والمحلات 65 جنيه للكيلو. امهات الفراخ البيضاء الهبرد الكبيره ارتفاع غير مسبوق، ارض المزرعه 62 جنيه والمحلات 69 جنيه للكيلو. اما عن الفراخ البيضاء النهارده بتسجل اعلى سعر ليها، المشكله انها مش موجوده، المعروض قليل جدا والسوق فيه سحب عالي والارتفاع رهيب يا جماعه وهيستمر معانا شويه. المعلن 68 جنيه والتنفيذ الفعلي ارض المزرعه 67 جنيه والمحلات 75 جنيه للكيلو. ما تشتروش باكتر من كده، ومحدش يخزن فراخ الوقت يا
جماعه لحد لما الامور تستقر والاسعار تنزل شويه. اما عن اسعار الكتاكيت النهارده، المؤشر طالع والسوق قابل الزياده والمنتج قليل والسحب عالي جدا. البط المسكوفي الار 41 44 جنيه وقابل للزياده، البيور 29 جنيه، المولر 38 جنيه، والشروفان 26 جنيه، والبكين العاده النهارده 25 جنيه، مسكوفي مخلط 35 جنيه، الروم البلد الاسود 33 جنيه للكتكوت عمر يوم، والروم البرونزي 33 جنيه للكتكوت عمر يوم. اما عن الكتكوت الجميزه البيور سالتونا عليه، وللامانه يا جماعه الجميزه البيور الاصلي مش متوفر، وخلي بالكم مش اي كتكوت اسمر يبقى جميزه بيور. الفيومي البلدي النهارده 11 جنيه، فيومي رزي على وشه 16 جنيه، رزي فرز ديوك النهارده 19 جنيه. اما عن البلد الحر النهارده 11 جنيه، بلد مشعر 11 جنيه، البلد الهجين العالي النهارده 15 جنيه، واستاسو الجيل الاول النهارده عامله 17 جنيه، استاسو الجيل الثاني 16 جنيه. اما عن الكتكوت الابيض المحترم اللي تقدر تطلع بيه وزن في نهايه الدوره متوسط وزن 2 كيلو 300 2 كيلو 400، النهارده عامل 25 جنيه اهالي، والشركات بادئ من ال 26 جنيه فيما فوق طبعا على حسب الشركات. دي كانت الاسعار المعلنة النهاردة، نتمنى يكون القادم افضل. اشتغلوا ما توقفوش شغل مهما كان الكتكوت غالي، ما تهتموش يا جماعة بسعر الكتكوت، اهتموا بجودة الكتكوت اللي حضراتكم هتشتغلوا بيه، اهتموا تحضنوا كويس، اهتموا بجودة العلف اللي بتشتغلوا بيه، مش اي علف في السوق وخلاص. اخواتنا اللي بيشتغلوا بالاعلاف القطاعي في السوق خلي بالكم يا جماعة، وخدوها نصيحة مني، في اعلاف في السوق يا جماعة ما تنفعش ابدا تسمين، وخلي بالكم كمان في اعلاف حاجة اسمها مزارع يا جماعة، يعني سوبر، هي دي اللي تشتغلوا بيها كأهالي. ليه؟ لأنها بتطلع معاكوا أوزان في نهاية الدورة بدون نافق، بدون سموم عالية، بدون نقص أوزان، بأرباح كويسة جدا. يبقى اهتموا ان انتوا تدخلوا كتكوت سوبر، علف سوبر، في نهاية الدورة هتطلعوا فرخة بإذن الله سوبر، وبالتالي هيبقى فيها أرباح كويسة جدا. عاوز أقول لكم لو اشتغلتوا بالطريقة اللي احنا بنشتغل بيها صدقوني هتطلعوا أرباح عالية جدا، وهتعرفوا ان التسمين الشغل فيه حلو جدا ومربح. لو عندكم مكان صغير في بيتكم هتقدروا تطلعوا منه ربح وعائد أو دخل ثابت بإذن الله كل دورة لو اشتغلتوا بشكل صحيح. دي كانت حلقتنا النهاردة، ودي كانت الاسعار المعلنة. بجد اتمنى من قلبي ان انتوا تشتغلوا في التسمين، تسمين مربح جدا وكويس جدا بس لو اشتغلتوا بشكل صحيح. كمان لو انتوا لسه مش متابعينا بجد هيفوتكم كتير، اشتغلوا بشكل صحيح، ربنا يراضي الجميع وربنا يرزق الجميع. اخواتنا اللي بيبيعوا حاليا دلوقتي لحم في السوق بيعوا يا جماعه، ما تستنوش لان محدش ضامن السوق هيبقى فيه ايه. الطلوع المفاجئ الزياده ده مش وقته يا جماعه، له اسباب وهتخلص، وبالتالي اي حد من اخواتنا اللي بيبيع دلوقتي ما تستنوش يا جماعه، اي حد عنده فرخه تقيله يخلص منها علشان يوسع لغيره، وكل واحد بياخد رزقه في نهاية الدورة. دي كانت حلقتنا النهاردة، لو شايفين المحتوى مفيد شيروه علشان الغير يستفيد، ولو لسه مش مشتركين معانا بجد هيفوتكم كتير. تحياتي للجميع، اشوفكم تاني بألف صحة وخير.